تفضلوا استريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس نيكوس خريستو دوليدس رئيس جمهورية قبرص الصديقة، السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أعرب عن سعادتي البالغة باستقبالكم اليوم في القاهرة وترحيبي بزيارتكم الأولى إلى مصر كرئيس جمهورية قبرص الصديقة، وتقديري البالغ لأن تكون مصر هي وجهتكم الإقليمية الأولى عقب انتخابكم كرئيس لبلادكم، وهو الأمر الذي يعكس حرصنا المشترك على العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا وشعبينا الصديقين. واسمحوا لي يا فخامة الرئيس أن أشيد في هذا السياق بإسهاماتكم المقدرة خلال السنوات الماضية في تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا من مختلف مواقع المسؤولية التي شغلتموها سابقاً، كما لا يفوتني كذلك الإشادة بالإسهام القيم للرئيس السابق نيكوس أناستاسيادس في تعزيز أواصر الصداقة بين بلدينا وبما قام به من جهد صادق في هذا الصدد على مدار 10 سنوات. السيدات والسادة، انطلاقاً من حرصنا على تقوية شراكتنا التالية الثنائية، قد استعرضت مع فخامة الرئيس خلال مباحثاتنا اليوم مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واتفقنا على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة بهدف تحقيق نقلة نوعية في كافة جوانب التعاون الثنائي، وعلى رأسها التعاون في قطاع الطاقة بما يشمل مشروع الربط الكهربائي ونقل الغاز القبرصي لمحطتي الإسالة في مصر، أو التعاون في أطر جديدة مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري ودعم التعاون في جميع المجالات التنموية والاقتصادية، فضلاً عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة. كما توافقت مع فخامة الرئيس القبرصي على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إذا كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي هذا الصدد أكدت لفخامة الرئيس على ثوابت رؤية مصر المبدئية إذا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة. كما أكدت لفخامتي كذلك على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ودعم مصر لمساعي تسويتها وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف بهدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن. لقد كان لقاؤنا اليوم كذلك فرصة مواتية لتأكيد تثميننا للشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان ولما تمثله آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث من مثال يحتذى على جميع الأصعدة، ومن ثم اتفقنا على أهمية الإعداد الجيد للقمة القادمة لآلية التعاون الثلاثي والتي سيسعد مصر أن تستضيفها خلال العام الجاري. كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث توافقنا على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، وشددنا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت لفخامة الرئيس ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان ودفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين. كما أطلعت فخامة الرئيس القبرصي على مساعينا المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة، وعلى جهودنا المتواصلة للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد
بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية جنبا إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه. فخامة الرئيس، اسمحوا لي ختاما أن أرحب بكم مجددا في القاهرة، معربا عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون والتنسيق بين مصر وقبرص بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبين الصديقين ويولد مزيدا من الزخم لشراكتنا الاستراتيجية وللصداقة التقليدية التي تجمع بين شعبينا وبلدينا. وشكرا لكم. مساء الخير جميعا. أود أولا أن أعبر عن خالص شكر صديقي الرئيس السيسي وعلى كلماته الرقيقة وعلى الحفاوة والكرم اللذان يميزان الضيافة التي قدمها لي والوفد بلدي، وذلك خلال شهر رمضان المبارك. إنه لشرف عظيم لي أن أزور القاهرة اليوم لأول مرة بصفاتي رئيسا لجمهورية قبرص، بدافع عن شعور بالشرف والمسؤولية، ولكن أيضا بإرادة سياسية واضحة لزيادة تعزيز علاقتنا الممتازة والتاريخية. مصر هي ملكتي الثانية إلى الخارج بعد زيارتي لدولة اليونان، وهذا له أهمية رمزية كبيرة، وأكثر من ذلك فهي لها أهمية أساسية لأنها تعكس إرادتنا السياسية الواضحة لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وهي علاقة نسعى لتوطيدها وتطويرها لصالح كل البلدين، ولكن أيضا لمنطقتنا بأكملها، وهي منطقة تلعب فيها مصر دورا رائدا وحاسما، وتعد η Αίγυπτος διαδραματίζει καθοριστικότατο ρόλο, καθορίζει, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό, θα έλεγα, ρόλο. Αυτή η σχέση, της Κύπρου με την Αίγυπτο, είναι επιτυχής, διότι στηρίζεται στη βάση κάποιων δεδομένων. Και τα πιο βασικά από αυτά τα δεδομένα είναι ο αλληλοσεβασμός και η ειλικρίνεια που διεκδικείται στις συζητήσεις μας, διεκπερώνεται σε ισότιμη βάση πάντα στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς δικαίου, υπηρετεί εξίσου τα συμφέροντα και των δύο χωρών και διέπεται από ένα κοινό όραμα, ένα όραμα που μοιραζόμαστε για μια σταθερή, ειρηνική και ευημερούσα περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Βεβαίως, بالطبع يساهم في التفاهم الممتاز بيننا ورؤية مشتركة وتطابق وجهة النظر باحترام المتبادل التاريخ العريق ومسير طويل للشعبين مصر منذ مئات السنين. وطبعا خلال όσο και περιφερειακών ζητημάτων. Είναι πολύ ευτυχής, οφείλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί διαβλέπουμε και οι δύο τη σημασία πραγματοποίησης σε πρώτη φάση μιας επισκόπησης των διμερών μας σχέσεων, με στόχο να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα, σε αριθμό τομέων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, η ενέργεια, η ηλεκτρική διασύνδεση, περαιτέρω ενισχύση της συνεργασίας μας في العديد من القطاعات. كما أود التأكيد على أهمية التعاون في مجال الطاقة والسيادة الثنائية والأقليمية، والذي يعد بالنسبة لنا جزءا ليتجزا علاقتنا الاستراتيجية مع مصر. وعلى مستوى الإقليمي أن التطور البارز في المنطقة هو إنشاء منتدى غير الشرق المتوسط بريادة مصرية، واستطاعت مصر دعم وإكمال هذا المشروع الضخم، وليس تظل قبرص تدعمه بكل قوة. اليوم من بين أمور أخرى اتفقنا على أجل اجتماع الثنائي الثاني بين حكومتي مصر وقبرص جي تو جي، كما نتطلع إلى عقد القمة الثلاثية القادمة بمشاركة اليونان، بينما تبادلنا أيضا وجهات النظر حول مستقبل التعاون الثلاثي وكيف يمكن تعزيزه بما في ذلك إضافة دول أخرى إليه.
του Προέδρου Σίση υπό την ηγεσία της Αιγύπτου και η Κύπρος συνεχή συνεργάζεται για περαιτέρω συνόδου μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, αυτό που λέμε το G2G. Η Αίγυπτος είναι η πρώτη χώρα με την οποία η Κύπρος ξεκίνησε τέτοιου είδους συνεργασία, τέτοιου είδους συναντήσεις. Με την Ελλάδα, ενώ ανταλλάξαμε απόψεις και για περαιτέρω διεύρυνση των σχηματισμών αυτό, πάντοτε σε ad hoc βάση και με άλλες χώρες της περιοχής. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική στην παρούσα συγκυρία αλλά και λαμβάνοντας υπόψη της εξελίξης τόσο στην περιοχή αλλά και σε διεθνές επίπεδο, η σύγκληση των προσεγγίσεων ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Κύπρο ως προς την αντιμετώπιση όλων αυτών των ευρωπαϊκών και των εθνών θα πρέπει να βασίζεται πάντοτε στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών και αξιών του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Για αυτή η στάση, η κοινή στάση αρχών που τηρούμε, η προσήλωση σε αρχές όπως η ειρηνική επίλυση των διαφορών και σχέσεις καλής γειτονίας και η συμμόρφωση των δύο χωρών προς τους κανόνες εθιμικού δικαίου, όπως για παράδειγμα η σύμβαση του 1982, διασφαλίζουν και αποδεικνύουν ότι η συνεργασία μας η κοινή μας προσέγγιση δεν είναι ούτε εφήμερη ούτε ευκαιριακή. Τόσα προανέφερα, κυρίες και κύριοι, αποτελούν μέρος μόνο της κοινής επιδίωξης των χωρών μας για την εκκράτηση της κρατικής أو على نطاق أوسع. في هذا السياق أبلغت رئيس السيسي اليوم بتطورات المشكلة الكبروسية وشكرته على الموقف الثابت الذي حافظت عليه مصر طوال هذا الوقت وكذلك على دعم النشط لصيادة قبرص وسلامة أراضيها ووحدتها. Κυριαρχίας, εδαφικής αγκαιριότητας και ενότητας όχι μόνο της Κύπρου αλλά γενικότερα όλων των χωρών. في الوقت نفسه مؤثر فخامة الرئيس السيسي دعمنا الثابت المستمر للتعزيز العملي والضروري للجوانب الرئيسية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتدرك قبرص مساهمة مصر الكبيرة بلا منازع في جميع القضايا الاستراتيجية في منطقتنا وخارجها ولهذا السبب نحن داعم قوي لمزيد من التوسع في العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر για να υπάρξουν συνθήκες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και να είστε βέβαιος, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η στήριξη όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα στην Αίγυπτο φιλοξενούμε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια μετανάστες. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία δεν, σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής, هي دولة من الدول التي لا تتلقى أي دعم مالي أو معونات من الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين والمهاجرين. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας ακριβώς αυτό το ρόλο που διαδραματίζει η Αίγυπτος, να ανταποκριθούμε κι εμείς ενισχύοντας τη χώρα التي تقوم به مصر في موضوع اللاجئين والهجرة غير الشرعية وأن تقوم بدعم مصر بمعونات كبيرة لمنع الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. Ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε σήμερα, ένα θέμα που επηρεάζει και την επιστημική ασφάλεια και τις Αιγύπτων αλλά και άλλων χωρών. Φυσικά συζητήσαμε το θέμα που προκύπτει με το φράγμα της αναγέννησης, ένα ζήτημα κολοσσίας και υπαρξιακής σημασίας για την Αίγυπτο, την κατάσταση στην Λιβύη, και βεβαίως وبالطبع القضية الفلسطينية حيث تعتبر مصر مساهمة حيوية وحاسمة مع التركيز بشكل أساسي على حل المشكلة الفلسطينية على حل أساس الدولتين. كما توسطت مصر أخيرا لحل الأزمة القائمة في غزة. أخيرا وفي الختام أود أن أتوجه بجزيل الشكر مرة أخرى لصديقي الرئيس السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري الشقيق على ترحيبهم الحار وأعرب عن الأمل في أن تتاح لي الفرصة قريبا لرد ضيافتهم الممتازة والمتميزة. رمضان كريم عليكم جميعا. Thank you.
نقلنا لكم مشاهدينا الكرام وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بقصر الاتحادية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس خريستوليدس. إذن هي علاقات تاريخية متميزة وتعاون مثمر عابر للحدود، تلك أهم سمات العلاقات المصرية القبرصية منذ عام 1960 عندما تبادل البلدان العلاقات الدبلوماسية. العلاقات المصرية القبرصية تتسم بأبعاد متعددة وباستراتيجية وأمنية واقتصادية تستمدها من الخصائص الجيوسياسية لموقع مصر وقبرص الجغرافي والاستراتيجي أيضا، ثم من طبيعة العلاقات المصرية القبرصية ومسيراتها التاريخية بكل أنماط التعاون والتفاهم لصالح البلدين والاستقرار في المتوسط والشرق الأوسط، كما تستمدها من الشراكة الجديدة التي انطلقت بين البلدين خلال السنوات الأربع الأخيرة في مجالات الاقتصاد والتعاون والاستثمار ثروات البحر المتوسط على نحو يحقق مصالح الطرفين ويحفظ حقوق كل منهما. أهلا بكم. علاقات صداقة تاريخية تجمع مصر وقبرص شهدت خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا تجسد في تبادل قادة البلدين الزيارات، فضلا عن تدشين آلية التعاون الثلاثي بين القاهرة ونيقوسيا إلى جانب اليونان. على الصعيد السياسي وفي إطار التزام البلدين بمواصلة تقوية أواصر الصداقة، اتخذت مصر وقبرص خطوة مهمة في طريق تحقيق مزيد من الزخم، فدشن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي في سبتمبر من عام 2021 الاجتماع الأول للجنة المشتركة العليا بين البلدين لتصبح إطارا لمتابعة مسارات التعاون الثنائي على أعلى مستوى. هذا الزخم السياسي كان نتاجا لسنوات شهدت عقد العديد من القمم في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر وقبرص إلى جانب اليونان، التي استضافت مصر أول قمة لها في عام 2014. ومنذ عقد أول قمم التعاون الثلاثي أخذت العلاقات بين مصر وقبرص في التطور الملحوظ، فكانت الآلية بمثابة انعكاس إيجابي على العلاقات بين البلدين من حيث تكثيف مسارات العمل المشترك. وعلى الصعيد الاقتصادي كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سبتمبر الماضي عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال عام 2020 لتسجل 164 مليون و800 ألف دولار مقابل 93 مليون دولار خلال عام 2019، وارتفع قدرها 77.2%. كما سجلت قيمة الصادرات المصرية لقبرص 153 مليون و900 ألف دولار خلال عام 2020 مقابل 47 مليون و800 ألف دولار خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 222%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 10,900,000 دولار خلال عام 2020 مقابل 45,200,000 دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 75.9%. مصر وقبرص لم تخفل تطوير علاقتهما الاجتماعية، إذ رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال إطلاق مبادرة العودة إلى الجذور التي استهدفت توثيق تلك العلاقات، وجاءت كرسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثرا وإرثا إنسانيا. علاقات راسخة وقوية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم، وتعمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحدة في المصير والهدف لشعبي مصر وقبرص. إذن تشهد العلاقات المصرية القبرصية زخما كبيرا ليس فقط على المستوى الدبلوماسي والسياسي، ولكن أيضا في مجال الاقتصاد والاستثمار بشكل يحقق مصالح كلا الطرفين. وصلنا إلى ختام هذه التغطية مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.